خاسر زد والربح اللي كاسب فيها وماه زد الدنيا فرصة لا تضيعها من ايدك هذه بداية واللي يغنمها مثابر هذه بداية واللي يغنمها مثابر. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين والمشاهدات وزملائنا هنا المتسابقين، أهلا وسهلا بالجميع. عندنا اليوم أيضا اثنين متسابقين جدد واستعداداتهم والديكورات اللي قاعدين نشوفها مشجعة ومحفزة ومتحمسين معها. أستاذ سعيد سم. اليوم هو أي يوم في التي قضيناها من زد فرصتك؟ كم وصلنا يوم؟ وصلنا النص ولا أقل؟ لا باقي تونا، ولكن إن شاء الله أن اليوم سيكون حافل بإذن الله. بإذن الله تعالى. توقعاتك فيما تبقى كيف ممكن تكون؟ والله أنا قاعد أشوف وتيرة التميز تزداد، وهذا مو معناته اللي راحوا أنهم كانوا سيئين، بالعكس، لكن طبيعي مع الانسجام مع المدة قاعد يصير فيه تآلف بين الشباب حتى حنا، لكن اللي قدموا أنا متوقع أنه بيكون أجمل إن شاء الله. بإذن الله، بإذن الله تعالى، يا رب الله يسر إن شاء الله تعالى. طيب نبدأ مع المتسابق الأول ونقول بسم الله سالم الخنفري ونبقى مع هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أخوكم سالم حمد الخنفري، طالب في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين، وأنا الآن في المستوى الخامس ولله الحمد. بدأت مرحلة الدراسة في مدرسة الإمام حنيفة بن النعمان في مدينة الملك سعود السكنية، ثم درست مرحلة المتوسطة في مدرسة الأمير مشاري بن عبد العزيز تحفيظ القرآن وحفظت 15 جزء ولله الحمد، ثم درست المرحلة الثانوية في مدرسة الأمير طلال بن عبد العزيز. من مواليد بلدة حصات قحطان جنوب محافظة القويعية، عمري 24 سنة، أعشق كرة القدم وممارستها. كونت أنا وأصدقائي فريق سميناه فريق الملوك، أحرزت 3 بطولات رمضانية مقامة على ساحات حي بدر وحي المروة. كنت ولا زلت أعشق كرة القدم، ولكن ابتعدت عنها لانشغالي في الدراسة والانتباه لها. أعشق التمثيل وأجيد تقليد اللهجات. طبعا دخول البرنامج راح يساعد في إبراز موهبتي اللي هي موهبة التمثيل، وبإذن الله راح أقدم مسرحيات ومشاهد تنفع وتسر المتابعين داخل وخارج القرية بإذن الله. شو العلوم؟ والله ابشرك بخير. شو نسوي؟ الحمد يلا حيا. شو العلوم؟ والله بخير. السلام عليكم. عليك السلام. يلا حيا. هلا والله، عساكم طيبين. يا هلا والله حيا. شو شلونك؟ كيف الحال؟ طمنونا عليك. بس انا بجسنا. وش الاخبار؟ عساكم طيبين. والله ابشرك طيب. كيف الحال؟ عطر جديدك، شو عندك؟ هب طال عمرك، انا ان شاء الله متجه الحين ان شاء الله اسجل في برنامج رصيدك. ما شاء الله، الله يبشرك بالخير. انه يوفقك. والله العظيم انك كفو ومقدها. الله يسعدك. الله يسعدك يا اخوي. يا تروح البدايه باذن الله. طيب وش عندك مواهب؟ عندي التمثيل ان شاء الله. يا رجل ما عندك، انا اعرفك، لا عندك مواهب ولا عندك شيء. يا الله يا ابن الحلال، ما عليك من كلام الناس، واصل شمش لحلمك وباذن الله انك قدها. والله العظيم والله انك تعجبني. الله يسلمك. والله لا تعرف ولك الله يهديك، انت تحطني دايم يا اخوي واصل. شوف والله معك وانا اخو، انا بمشي ذا الحين استاذنكم. الله يوفقك ان شاء الله. مسخر درب يا ابن الحلال. ايش فيك؟ اعرفه يا رجال قد لا تقول لي حلم واحد ما فيه انسان بس بالعالم مو بس بالسعوديه عنده حلم اللي يقدر يوصله. لا تقول لي الرجال ما عنده مواهب. لا تقول لي اعرف الرجال ما عنده مواهب. يا طيب كيفكم؟ يا والله تمام التمام. يا وقرح جو يا صب المواسير بل اسبك ماله حقي مقطوع يا اخي. تمام كذا الحمد لله، احنا نجيب العيد دايم. فسبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا شيخ كيف خال يا مدير؟ وانا اخوك. ايوه داخل بنظام ماجد الغامدي مدير القناه انت ولا كيف؟ ايش في انت كلام غريب؟ كيف 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 تتاخر؟ تاخير 10 دقيقه. ايش 10 دقيقه؟ يقوم فيها صالح الزهيري وينام فيها سعد السبيعي، صح انت؟ يا اخي هذا 10 دقيقه ما في فرق كثير ولا لا لا فرق ولا كذا. شوف انا كسلت كل شغل عشان يشتغل. انطمني بواحد قدام الخليقه وقضينا. أنا صاحب الكوبي حقي، أنا حر. إذا كان
ما اشتغلت، مواسير خربانه ما تعرف انت. خلاص يوم ان شاء الله يخلصت كل شيء ان شاء الله. ثلاثة يوم مشروع رمايه هذا مش سباك هذا يا اخي، هذا بسيط. قرب الباب وخذ البياس حقك وقرح جو. يلا سك 300. فايش هذا 300؟ ما سويت شيء والله. كم تبغى يعني؟ انت كلام اول 1100 كله شغل. 1100 ما يبغيتوا هذا ليش والله. انا جايبك تلعب سباك مهاجم 1100 يا اخي ما يبغيتوا 300. الله كريم، الله كريم من برا يا اخي برا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا كيف اجي بياز علي بابا؟ انت انا مين؟ علي بابا. صوت لي طيب رقمي 7 علي بابا. على كيفك هذا؟ كيف الطعام معاكم؟ يا اخي هذا العم هذه يشتغل لك ماسوع فك لصق كذا يقول لك 300. لو هي 300 انا اشتغل سمكري. هذا شغله شاي بدون سكر. شاي بدون سكر كذا عشان الدايت، هذا نظام جديد انت ما تعرف. كيف يا باشا؟ ظريف اليمني هذا. وين الطلب؟ ما نزل الطلب؟ وين الشاي؟ وين الشاي؟ خلاص بقى خلاص. نزل له الشاي. خلاص حق الشاي ليه بقى مستعجل؟ تتاخر ليه؟ يا ابني انت طالب الشاي لسه دلوقتي. ما عليك. الله شاي. ساعة عشان كوب شاي؟ شاي دايت. جت الكوب ولا لا؟ خلاص بقى ما تزعجنا ربنا يكرمك. ما تكثر الكلام خلاص. كرهتونا الشغلانة دي والله. الواحد بيشتغل نفسه عزيزة وبيقدم كل حاجة، انتوا بقى بتنرفزوه وبتعملوا له حاجة مصيبة. يا اخي يا اخي الناس الطلب، نزل للناس الطلب. انا جايبك نزل للناس الطلب يا اخي. خلاص بقى ربنا يكرمك. خلاص خلاص بقى انت وهو ايه اللي عملتوا فينا؟ خلاص كرهتونا الشغلانة دي، خلاص مش عاوز اشتغل. اوفي بقى. خلاص قفلت. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكلة والله. أستغفر الله العظيم. إيش فيك يا عمرو؟ يا أخي هذا الكافية مروم، شكراً أخي. هو كلام شغل سباكة 1100 كله. بعدين هو كلام، انا يجي ثلاث ايام صلخ هذا سجل صلخ سباكه صلخ كل شيء. بعدين كلام هذا حق انت ثلاث ايام، ايش سوي هذا ثلاث ايام؟ ما ينفع هذا، ما يفيد ولا مشكله هذا. قرب موعدنا واضمن فرصتك وخليكم جاهزين. قربنا زد فرصتك. جتني فكرة يا عمره، ليش ما تسجل في البرنامج هذا؟ برنامج ناجح وما شاء الله، على أي واحد يدخل البرنامج هذا ما ينجح وبيصير إعلامي وما شاء الله وبدأ متى قدامه. أنا أقول لك يعني سجل سجل، وما بقى يعني ما يستقطب المواهب وبيدعموها، واللي يدخل ببرنامج هذا بيحصل خير. والله هذا كويس والله، انا موجود مواقف كثير، انا يبقى اسجل هذا. متى هذا انت تسجيل حق هذا بداية؟ اليوم اخر شيء. اخر شيء بالتسجيل اليوم. هذا يوم اخر شيء؟ اجل انا يمشي الخينا يبخخت ورا هذا التسجيل ان شاء الله. هلا. لا لا انا توني طالع من الكافية الحين. بروح اسجل انا اخوك في برنامج زد رصيدك في قناه بدايه. ابي الحق ما بقى شيء. يلا السلام عليكم. ايش في؟ حماده حماده. السلام عليكم. او زي سالم. وش فيك وين اخوك؟ وجهك والله ما عجبني اليوم، عسى ما شر. والله انا تركت الشغل وقرفان من الشغل ده وعاوز شغله ثانيه ومش عارف اعمل ايه. بسيطه وين اخوك؟ انا ذا الحين ماشي قناه بدايه بسجل في برنامج زد رصيدك. امش والله انك موهوب تمثيل وين اخوك وانا اعرفك. امش والله ما انت بخسران شيء، اركب بس اركب. امش. والله فكره حلوه، انا بتابع البرنامج ده، هو داعم للمواهب وعاوز اسجل، انا عندي موهبه التمثيل. يلا بمشينا. يا مرحبا والله مساء. يا مرحبا. تنفرج ان شاء الله باذن الله. هذا انا لازم يلحق وخر يا سياره، هذا مشكله.
الخين يفوت التسجيل هذا. بسم الله. هذه السبة. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. شكرا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. خلاص قضينا. الله يبارك. يعطيك العافية. الله يعافيك. تحب تبدأ ولا أنا أبدأ؟ اللي تبي. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. وما قصرت أخوي سالم. أبدعت بس إحنا مرتبين إنك أنت تبدأ ولا أستاذ سعيد. أبشر. تفضل. حياك الله يا سالم. الله يبقيك ويحييك. داهموني أبدأ معك وأنا توني مروق. على كل حال إحنا استمتعنا حقيقة بالأداء اللي أديته. جميل ومميز جدا أدائك التمثيلي. وأنا مستغرب وأنت تمثل متى يمديك تبدل الملابس؟ قاعد تدخل سعودي بعدين باكستاني بعدين مصري. فواضح ما شاء الله في عندك سرعة في تغيير الملابس وفي سرعة في برمجة الشخصية إنك تلبس كاركتر الدولة اللي قاعد تمثلها. صحيح هذه صعبة عند الممثل إنها غير اللهجة على طول. فكانت جميلة جدا صراحة أدائك فيها. الله يسعدك. وجميل تفاعل الشباب اللي مثلوا معك. بيض الله وجيههم. وائل خرب عليك شوية. كثر بالكلام. لأنه كان يعني ماخذ البطولة على طول مباشرة. كثر بالكلام. ويفترض دائما إذا كان في يعني متسابق إن اللي يكون معه يكون بس ملح. يعني ما ياكل جو عليه. انت يا وائل اليوم دخلت وما شاء الله ادائك في الكاركتر كان بطل ما شاء الله. فركزنا عليه عليك ونسينا. لكن ما اكل رخ خلاكم تركزون عليه. لكن ما قصرت. على كل حال جميل. برضو السؤال اللي دائما نسال الاستاذ ماجد, احنا شفناك الان كممثل, ماذا ستقدم لنا في زد فرصتك في زد رصيدك لو تاهلت؟ مثل ما قلت في التقرير ان شاء الله راح اقدم ان شاء الله مشاهد داخل القريه ان شاء الله باذن الله. وإذا خرجت راح أستمر إن شاء الله من ناحية أدخل في عالم التمثيل إن شاء الله. طيب جميل. أنا عندي سؤال ثاني تمهيد له. هل التمثيل اللي قاعد تأديه الآن يعني مبني على دورات أخذتها ولا شيء ولا لا موهبة؟ لا والله موهبة الله ما كان. طيب ما تفكر تأخذ دورات مثلا في الأداء المسرحي في أداء التمثيل؟ بإذن الله. لك سابق تجارب في المدرسة مثلا في المسرح ولا شيء؟ في المدرسة كثير. لك مشاركات على مستوى دار التعليم مثلا؟ لا لا. لا ما شاء الله الموهبة جميلة ممتازة حضورك فيها. الله يعطيك العافية. والله يعطيك العافية. يعني أنا اللي أتمناه أنك يعني تحرص على قضية أنك تسقل مهارتك أكثر بالتدريب. أي موهبة في العالم إذا ما دربت نفسك فيها تندثر, خاصة أن التمثيل ما هو يعني هو علم كبقيته أو فن كبقيته فنون تحتاج إلى مواكبة العصر في الطرح. يعني اللي يمثل على المسرح مو بزي اللي يمثل في برنامج تلفزيوني, مو بزي اللي يمثل في فيلم سينمائي. كل واحدة لها أدواتها وتقنياتها اللي لو درست وتدربت عليها تعرف أنها عالم مستقل تماما. أنا أقرأ فيك يعني الموهبة وحبك لها وجرأتك. وعلى فكرة يقولون في المسرح عن المسرح أن المسرح هو أبو الفنون كلها. ليش؟ لأن اللي يطلع المسرح يمثل ويقدم إلقاء ويقدم فكرة ويكون مقنع ويكون محاور, في نفس الوقت هو عنده ثقة بالنفس عالية. دائما المسرحيين ثقتهم بالنفس عالية جدا لأنهم خلاص تعودوا على قضية الجمهور ومواجهتهم وتبني وطرح أفكارهم. يعني لما تمثل دور وتقنعني أنا كمتلقي وأنا عارف أنك تمثل, تقنعني أنك مصري أو باكستاني أو دور مجرم أو دور طيب أو دور شايب أو دور طفل, هذه قمة الأداء وقمة يعني التفنن في لغة الجسد. الله يقويك ويعطيك العافية وإن شاء الله نشوف لك يعني إنتاج فني مميز الفترة القادمة بإذن الله. الله يسعدك. يعطيك ألف عافية. طبعا أستاذ سعيد تفاعل معك بزيادة لأنه مخرج مسرحي ويهتم بالأداء المسرحي والشغلات هذه. وأنا أيضا أحيي فيك هذه الروح. ودعني أبدأ في ثلاثة نقاط جميلة وسريعة. بداية, عندما تتعدد الشخصيات التي تمثلها ولكن ما شاء الله روح الإتقان عالية في جميع الشخصيات التي قدمتها الآن, وأتوقع لديك المخزون الأكثر لشخصيات متعددة وإن شاء الله نراها في قادم الأيام إن شاء الله. اثنين, بداية العشر دقائق بداية مشروعك بمسرحية وفقت فيها, ثم دمج المسرحية مع تقرير أن تكون أيضا جزء منها. طبعا تقرير ثم مسرحية ثم تقرير, في جهد متراكم قدم فأمتعتنا بهذا الجهد. ثلاثة, الاتزان في شخصية سالم كنا نراه في هدوء وقاعدين نشوف هذا الهدوء بعض الأحيان, ولكن ما شاء الله شخصية واعدة وأتوقع أنه وتيرة إبداع متصاعد إلى الأعلى ولا يحدك شيء. السماء فوق. الله يوفقك يا رب.
يعطيكم العافية مشكورين. عاد وصلناك السمد الحين كبر راسك. الله يبيض وجهك. جاهز للتوقيع الإعلامي؟ جاهزين إن شاء الله. سألتوه عن اللوحة اللي ورا يعني بيفتح كوفي كذا. وش اسمه؟ زيد رصيدك ولا وش؟ زيد رصيدك كافي والناس طلبوا كافي. على كل شيء يا أستاذ. طيب بسم الله إذا تحب تختار موضوع. بسم الله. تقدر تأدي موضوع بكاركتر ثاني ولا بشخصيتك؟ مثل ايش؟ مصري باكستاني. ما عندي إشكالية بس إنه. اللي تبي تعمل. طيب. موضوع الإيجابية. والله بغيت اجيب العيد الحساب حقي هذا حقه. انت شوف موضوع عن الايجابيه. الموضوع عن الايجابيه موضوع جميل. عندك 30 ثانيه فكر كيف تقدم هذه. تفضل هذا الموضوع. حلوه اي رص عليه. كل ما ضغطت اقوى كل ما صور احسن. بسم الله. امزح معك. بسم الله الرحمن. خلاص نضغط الحين ولا شو وضعه؟ تبغى تمسح حقة التوقيع الإعلامي كذا عند كل واحد قدام ما تجي حاول تتعلم عليه شوية تنزل مقطع في استقرار. شيل اصبعك خليك معلق طول الوقت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، الإيجابية، الإنسان الإيجابي ناجح في حياته دائم بعيد عن السلبيات، لكنه يبدع دائم ويتقن أشغاله، فكن إيجابي دائم. نسأل الله لك التوفيق يا متابع والأصدقاء الجميع. الله يعطيكم العافية. ما شاء الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ليش الخفية؟ جاهزين إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. الله يسعدكم. البعض كان يسأل وش اللجنة الخفية؟ هي لجنة انطباعية في الكنترول تعطي انطباعه وفق معايير معينة ولكنهم ما يرحمون. لا أوقف أمام الشاشة في المنتصف كذا، انظر واحدة من الشاشتين اللي تعجبك، ركز فيها، كل ما ركزت أكثر ترتفع الدرجة إن شاء الله. بسم الله. هذه ولا بي؟ مية 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 مية. الله. الله يعطيكم العافية يا شباب. شكرا. جهد يذكر فيشكر. يا سالم الله يحفظك. يا سالم اللوحة هذه تبيها ولا ناخذها؟ ابشر. الشباب الثانيين حتى يزيلوا الديكور السابق ويجهزوا الديكور الحالي. لا لا طبيعي. استاذ سعيد سم لاي متسابق يقدم مشروع الافضل في وجهه نظرك ان يركز على التقرير التلفزيوني ام على المسرح ام على الالقاء المباشر؟ والله شوف التقرير مهم والالقاء مهم، لكن الاهم طبعا عندنا هو حضوره اللايف المباشر يعني، لكن كلها مهمه يعني. التقرير التلفزيوني عندما يكون يعني يخدم شخصيتك ويختصر كلام ما تستطيع تقوله على المسرح، لكن حنا هنا يهمنا بالمقام الاول الاداء المباشر وثقته الحيه حتى يكون نجم يوم من الايام. اي حتى يكون نجم باذن الله.